بسم الله الرحمن الرحيم. دي دبليو جي تو دبليو ام في. برنامج بكل بساطة ببدأ اضيف شوية ملفات. اللي هي امتدى دي دبليو جي او دي اكس اف. اودي الفولدر كامل. تمام، ممكن اقول له خد الدبليو جي بس او الدي اكس اف بس، او اقول له خش على الصف فولدر لو في كذا ملف جوه الملف ده خش جيبهم، او اقول له لا انا عايز بس ايه الملف من بره، مالكش دعوه بالملفات اللي هي جواها. اوكي نيكست. بشوف بقى انا عايز احول كل لي اوت ولا اخر لاست اكتف لي اوت ولا بيبر سبيس. الزوم بتاعي هيبقى عامل ازاي، يوم اكستند ولا اتبع لي اوت زي ما انا عايز. ببدا اشوف انيبل لاين ويت ولا مش عايزه. تمام، بقول له نيكست. بشوف الصور ال دبليو ام في اللي انا عايزها كان في كام، وبعد هنا ببدا اشوف انا هخرجها فين. اول ما اخرجها في ماده كومنت. اوكي نيكست، كونفرت ناو، بيبدا يحولهم لي. الملف ده لسه اندر ريجستر، فبيقول مش هقدر احول كل الملفات. اهو بيحول عمرو سليم.